فيما يخص الكارثة. كما قلت، هذه النقطة ديال الكارثة هي من النقاط الآن التي بدأت تتناقش بشكل جدي، وهناك اجتهادات عديدة ما بين الشريعة الإسلامية لدى المحدثين في هذا الباب، وكذلك لدى المتنورين من المعتزلة وفقهاء حدثيين. ماذا سنفعل؟ من زاويتي الخاصة طبعاً، كاين هيئة للإفتاء العلمي. هذه الأمور التي فيها شيء من الاجتهادات الفقهية والنصوص الشرعية، القطاع المعني عليه أن يقدم سؤالاً مباشراً حول، وهذا السؤال يجب أن يكون مبنياً بقرائن وحجج ودلائل تؤسس للمساواة في الكارثة، وتكون حجة تفهم الذين سينظرون من باب الإفتاء في هذا المطلب. القطاع المعني عليه أن يقدم طلب إفتاء، طلب رأي فيما يخص المساواة في الكارثة.